لازلنا في كورس الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بنتكلم عن الاكسس موديفاير، مثال شامل عن الاكسس موديفاير، الموضوع بتاع الانكابسوليشن، مثال في مشروعين وفي كل انواع الموديفاير. تعال نشوف مع بعض، نعمل مراجعه كده على الاكسس موديفاير، نقول ايه هم. الاول البابليك بيتشاف في كل الكلاسز وكل البروجكت، عشان كده كان يجب ان احنا لما نيجي نشتغل نعمل مشروع نعمل يبقى فيه مشروعين، يعني بروجكت وبروسوليوشن، فيه اتنين بروجكت. البرايفت الكود اكسسبل وذين ذا سيم كلاس، في الكلاس بتاعه بس. بروتكتد ذا كود اكسسبل وذ ذا سيم، في نفس الكلاس ولكن في الكلاسز كمان اللي بتورث منه، ايا كانت الكلاسز، ايا كانت الكلاسز دي حتى لو كانت بره البروجكت، يعني بروجكت تاني. فبروتكتد يعني هو زي البابليك بالظبط، بس الفرق ان هو في الكلاسز الوارثه، بروتكتد زي البابليك بس في الكلاسز الايه الوارثه فقط. الانترنال على مستوى المشروع بس، على مستوى البروجكت بس، لكن ما ينفعش بروجكت تاني. في حاجه اسمها بقى بروتكتد انترنال، يعني ايه؟ هو على مستوى المشروع والكلاسز اللي وارث منها، والكلاسز اللي وارث منها يعني كمان خارج المشروع، بس شرط يكون وارث. يعني هو على مستوى البروجكت وان بروجكت، ولكن لو هو موجود في كلاسز وارثه في بروجكت تانية يشتغل معاها عادي جدا. في حاجه بقى عندنا هنا اسمها اكسسبيليتي ليفل. البابليك الوصول غير مقيد، يعني اكسس نوت ريستريكتد. البروتكتد الوصول الاكسس از ليميتد تو ذا كونتيننج كلاس، يعني الكلاس اللي انا موجود فيه، او ايه طيب درايفد فروم ذا كونتيننج كلاس، او الكلاسز اللي هي جايه اللي بتورث من بتورث، يعني درايفد فروم اللي بتورث في اي حته في المشروع بقى. الانترنال على مستوى المشروع او الاسمبلي، المشروع يعني اسمبلي، كرنت اسمبلي. البروتكتد انترنال يعني ايه؟ بروتكتد احنا اتفقنا ان بروتكتد يعني اللي انترنال يعني نفس المشروع. بروتكتد لا، اي حاجه في اي حاجه، بس شرط يكون درايفد كلاس يعني وارث منه. يقتصر وصول التجمع الحالي او الانشطه المشتقه من الفئه دي في اي حته، يعني assembly limited to the current assembly or type derived from the containing class. private لا، limited to the ايه containing type، يعني الـ type الموجود ده او الكلاس الموجود بس ده. private protected دي مرتبطة بـ C# version 7.2، ومش مشكلة دلوقتي، لكن هو نفس الكونسبت احنا شغالين، يعني هو على الحالي، على الحالي يقتصر وصول الفئة التي او المشتقات في ضمن التجمع الحالي، ضمن التجمع الحالي اللي هي types derived from the containing class within the current assembly، في نفس الاسمبلي بس، يعني عملية مش ايه مش في كل حتة. برضك في معلومة مهمة جدا بنتكلم فيها عن الممبر اوف العناصر بتاعة الانيميريتد الديفولت ممبر اكسسابيليتي بابليك. هل allowed declared accessibility of the member none. طب الكلاس الممبرز بتاعته الديفولت بارامتر اكسسابيليتي برايفت، هل ممكن نغير؟ اه نغير، بنعمل كل الحالات دي، نقدر نعمل نعرف المتغيرات اللي جواه اللي هي كان المفروض الديفولت برايفت نعرفها بالشكل ده. طب الانترفيس بابليك وما نقدرش نعمل اي حاجه. الاستراكت هو الممبرز بتاعته برايفت، بس نقدر نعيد تعريفها على انها بابليك او انترنال او برايفت. دي حاجه مهمه جدا. المثال بقى اللي معانا المهم اللي في منتهى الاهميه، يعني نبص عليه كده في سي شارب، هو مثال مركب سن، هو فيه مشروعين، مشروع اسمه اكسسبيليتي، ودي عندي كده لو بصينا هنا هنلاقي السوليوشن عباره عن مشروعين، مشروع اسمه اكسسبيليتي ده الاولاني، وواحد اسمه بروجكت بي. نيجي للاكسسبيليتي، عملنا ايه فيه؟ عرفنا كلاس اسمه اكسسبيليتي ال، وده موجود فيه كل انواع، عملنا ست متغيرات بس، البرايفت بروتكتد ده ضمن سي شارب 7.2، فمش هنشتغل بيه دلوقتي. عرفنا كل المتغيرات دي على انها ستاتيك وانت وبابليك، واحد فيه بابليك وبروتكتد وانترنال وبروتكتد بروتكتد
بروتكتد انترنال ستاتيك. انا حاطط ستاتيك عشان اعرف اكسس الاوبجكت، بس في بروتكتد انترنال وفي برايفت بقى اخر واحد. هما مترتبين حسب الاكسسبيليتي ليفل، يعني مستوى الوصول. بابليك ده اعلى حاجه، بروتكتد بعد كده انترنال، وبعد كده بروتكتد انترنال، وبعد كده برايفت. طب جيت هنا عملت فانكشن لقيتهم وكتبت اسماء المتغيرات دي اللي هم مجموعه المتغيرات دول، لقيتهم كلهم متعرفين جوه الفانكشن لانهم ذا سيم كلاس، فما فيش اي مشكله يعني. عملت كلاس تاني غير الكلاس اللي اسمه اكسسبيليتي جنبي كده، فلقيت لقيت وعمل وجيت اعرف انت محبه متغيرات، وطبعا اكسس المتغيرات على اسم الكلاس اللي هو الاكسسبيليتي دوت، على اساس ان ايه، على اساس ان الكلاس اللي اسمه اكسسبيليتي ده ستاتيك، انا المتغيرات دي ستاتيك، فانا هاكسس المتغيرات من خلاله اسمه يعني، عشان ما اقعدش اكريت اوبجكت. طبعا لما كريت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اكسسبيليتي تمام اسمه في في، بس انا حبيت اشتغل بالستاتيك دي، فكتبت اكسسبيليتي دوت بابليك اتس اوكي. يبقى البابليك اتشاف في الكلاس التاني، البروتكتد ما اتشافش، لان البروتكتد لازم يتشاف في حاجه بيورث منها. الانترنال على مستوى البروجكت فاتشاف على مستوى البروجكت يعني. طب البروتكتد انترنال يعني ده اتشاف، بروتكتد وانترنال لانه هو ده او ده فاتشاف، يعني انترنال هي اللي خليته اتشاف مش بروتكتد. اما البرايفت ما ينفعش لان البرايفت على مستوى الكلاس. فهنا وراني اداني ايرور، علامات الايرور اللي باينه قدامنا دي في المتغير اي 2 ما قدرش اوصل هنا، وهنا اي 5. جيت عملت كلاس تاني اسمه بي بي بيورث من الاكسسبيليتي ليفل، فطالما بيورث فخلاص يبقى كلهم البروتكتد اتشاف والانترنال ما عدا الايه البرايفت، لان البرايفت على مستوى الكلاس، يعني المشكله اللي كانت في بروتكتد اتشالت. ليه؟ لان انا وارث اللي ده وارث، فطبعا ايه قمت واخد نفس الداتا دي هي مغير اسمائها وحطيتها في بروجكت جديد اللي هو بروجكت جي ده. قدرت حطيت كلاس اسمه سي سي، وده عملت كلاس، انشات كلاس من الاكسسبيليتي. استخدمت اول حاجه، عشان اول حاجه خليت الريفرنس بتاع البروجكت ده، ودي خدناها في مثال قبل كده، قلت له اد ريفرنس، فلقيته وعملت علمت على الاسمبلي موديفاير البروجكت الاولاني ان ده يبقى يشوفه، يعني يبقى ريفرنس معاه، فاصبح هو من ضمن الريفرنس. لو انا فتحت الريفرنس بصيت فيها كده هلاقي ان الاكسسبيليتي موديفاير متضاف فيها، يعني هو هيقدر يشوف الاكسس، بس لازم اكتب يوز اكسس اكسس موديفاير دي، لان النيم سبيس بتاع الاولاني اسمه اكسس موديفاير. اكسس موديفاير. طب بدات اشتغل بقى عادي من غير كده، مش هينفع نشتغل من غير ما اخليه ريفرنس، مش هينفع اشتغل خالص. فطبعا دي معلومات مركبه جدا، يعني مرتبطه ان حد سامع الملفات اللي فاتت، فلو اي حد مش سامع الملفات اللي فاتت ودخل على الملف ده مش هيفهم ولا حاجه طبعا، ولا كلمة بيتقال، هيعتبر اللي بيتقال ده بالنسبة له ايه يعني طلاسم. نيجي هنا عملنا كلاس اسمه دي دي، بس انا في بروجكت تاني البابليك متشاف فيه كل فيهم كلهم، البابليك متشاف فيهم كلهم. البروتكتد مش متشاف، الانترنال مش متشاف، البروتكتد انترنال مش متشاف، البرايفت انت مش متشاف، يبقى الوحيد اللي متشاف البابليك، لان البابليك على مستوى الايه، لان ده كلاس عادي، ده كلاس عادي يعني مش يعني ليه البروتكتد ما تشافش هنا، مع ان لانه اساسا ده كلاس عادي مش وارث من الكلاس الاصل، ده كلاس عادي جدا، ففي الكلاس العادي اتشاف البابليك بس كلهم ما تشافوش في الكلاس العادي ده. في كلاس تاني اسمه اي اي، ده وارث بقى من مين، من الاكسسبيليتي، من الكلاس اللي اسمه اكسسبيليتي ال ده. فطبعا اما ده وارث يعني ايه ده وارث، فطبعا ايه اللي هيتشاف، البابليك هيتشاف والبروتكتد هيتشاف، واي حاجه فيها بروتكتد انترنال اتشافت، اما الانترنال ما اتشافش. يبقى هو ده التفسير، يبقى قد ايه الوراثه بتخلي البروتكتد ليها فعاليه، حتى بروتكتد انترنال وبروتكتد بتشافوا على مستوى اكتر من بروجكت، لو عندي اكتر من بروجكت. فهي دي المعلومه المهمه. اما لو كان الـ انا في بروجكت تاني وكلاس تاني خالص وشايفين بعض وكل حاجه، لا مش هيتشافوا،
مش هيتشاف. طب ايه اللي حصل هنا؟ البابليك بس الوحيد اللي اتشاف، البروتكتد. فطبعا كده المعلومات بتاعت ال accessibility level او ال access modifier والليفلز بتاعتها بقت واضحة، وواضحة في المثال الموجود معانا ده. وانا هرفق لك المثال ده اكراتو بروجكت، انت بقى تركبهم وتشوف الكلام ده بعينيك. بكده يبقى الاكسس موديفاير خلص تماما، وهو ضمن الانهيرتنس والانكابسوليشن، يعني لازم وراثة وكابسوليشن في نفس الوقت. شكرا، سلام.